أثابكم الله. يقول السائل: هل يؤذن المؤذن على التقويم علما بأن هذه التقويم لا تحدد وقت الصلاة؟ فماذا على المؤذن؟ هل يراقب الوقت عند كل صلاة؟ وجزاكم الله خيرا. إذا حصلت مراقبة الوقت هذا شيء طيب، هذا هو الأصل. الأصل أنه هو يراقب الوقت، يشوف غروب الشمس، يشوف طلوع الفجر، يراقب الظل في النهار، هذا هو الأصل. لكن إذا كان ما يحسن هذه الأشياء، أو هو مكفوف ما يشوف طلوع الفجر ولا كفيف، فهذا يسأل أهل الخبرة، ولا بأس أنه يعتمد على التقويم. التقويم ما هو سواء التقويم الذي عممته الدولة واعتمدته، هذا يعتمد، الذي اعتمده ولاة الأمور هذا يعتمد. أما التقاويم التي لم تعتمد من قبل ولاة الأمور فهذه يتأكد منها، إذا كانت صحيحة تعتمد، وإذا كانت ما هي صحيحة تترك. نعم، لأن الذي يعتمده ولاة الأمور لا بد أنه مكرر، ولا بد أنه لا بد أنه ملاحظ، ولا بد أنه مدقق فيه،